إنه أول يوم عمل لمحمد لمين الذي ترشح لمنصب عون استقبال بمحطة القطار الجديدة بتسمسيلت بكثير من الامتنان والرضا والتحفز. يبدأ مشواره المهني والخدماتي. قريت الإعلان في الوكالة الوطنية للتشغيل، قريت الإعلان باللي كاين توظيف في الشركة الوطنية لنقل السكك الحديدية. تقدمت بطلب، طلب كان مقبول. من بعد عيطونا، درنا تكوين مدة في التكوين في الشركة الوطنية لنقل السكك الحديدية. قبل المصلحة الشخصية اللي أنا حصلت على وظيفة، هو شريان حيوي وشريان اللي يدفع بعجلة التنمية في ولاية تسمسيلت. المحطة والخط الرابط بين تسمسيلت والمسيلة يدخلان حيز الخدمة، وبذلك لم يبقى سوى 60 كيلومتر من كمال مشروع الهضاب العليا للسكك الحديدية. هو مقطع من خط الهضاب العليا الكبير الذي يبدأ من منطقة مولاي سليسن غربا على مستوى ولاية سيدي بلعباس إلى ولاية تبسة شرقا. هذا الخط راح يكتمل بعد استلام المقطع، بقنا مقطع صغير هو عبارة عن الذي يربط بين تسمسيلت وتيارت على مسافة 60 كيلومتر. هذا الشاطر من خط السكة الموازي لخط الشمال سيعطي دافعا اقتصاديا قويا وتنمويا لكل الولايات المار عبرها. الأثر الإيجابي أيضا هو تخفيف الضغط على الطرقات الوطنية والولائية بهذه المناطق، ومن جانب آخر تخفيض تكلفة صيانة هذه الطرق عتاد اللي يوضع في الاستغلال، وهو قطار يوفر 255 مقعد ببرنامج رحلتين يوميا. تم تضيف خلال افتتاح هذا الخط 139 عامل. شركات الإنجاز والمناولة التي شاركت في إنجاز هذا المكسب كلها جزائرية رفعت التحدي. هذا الشيء نفتخر به. 300 كيلومتر أول مرة في تاريخ الجزائر 300 كيلومتر تنجز من طرف شركات عمومية جزائرية وبسواعد وأيادي جزائرية. هذا الشطر تسمسيلت المسيلة وكل خط السكك الحديدية للهضاب العليا سيسهم في المقاربة الاقتصادية والاستراتيجية التي تبنتها الدولة، ومن شأنه الدفع أكثر بدواليب التنمية في مناطق كانت تعاني العزلة قبلاً.